يلا معانا فعلا لان حلقه النهارده ان شاء الله هتكون حلقه دسمه جدا، عندنا اخبار كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها، اخبار متعلقه بالرياضه المحليه والعالميه، هنتكلم عن طوكيو 2020، اكيد بطبيعه الحال هنتكلم عن لقاء الامس المشوق اللي مليان تفاصيل، احنا جايين لكم في الكلام، بس قلنا نصبح على حضراتكم في البدايه، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده و10 الصبح بالاهلي، صباح العسل. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير وصباح الخير على كل حضراتكم في كل مكان دايما بتتابعونا، وزي ما كريم قال الحلقه اكيد هيكون فيها يعني كلام كتير جدا تحديدا عن مباراه امس اللي في كلام كتير بصراحه يتقال، واحنا هنتكلم في ده في فقره كامله مع كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق، هيكون معانا في الفقره الاخيره النهارده، لان الامس ممكن نقول كده المباراه كانت بعنوان مباراه مليئه يمكن بالاثاره والتشويق والمتعه في نفس الوقت، يعني الحمد لله ان احنا نقدر نقول بلغه الارقام احنا فزنا، ولكن برضو في كلام يتقال، يعني هل الاداء كان الافضل؟ هل كان في اخطاء؟ هل في مستوى لعيبه تحسن جدا؟ هل احنا سعداء مثلا جول بواليا؟ كل الكلام ده هنناقشه لان في كلام لازم هيتقال، في كمان تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كانت اكثر من مهم حقيقي، وكمان التصريحات الخاصه بموسيماني وكيفيه اداره اصلا المؤتمرات الصحفيه مؤخرا اللي بقينا نشوفها، تصريحات ايضا كابتن سامي قمصان، يعني فكره برضو الاخطاء التحكيميه من عدمها من وجودها، كل دي نقاط اعتقد مهم ان احنا يعني نثيرها النهارده باذن الله مع حضراتكم.